ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد الفاصل، وسعدني طبعا برنامج سكرين شوت ان هو يقدم حاجه بسيطه جدا تعبيرا عن حبه للمجموعه الجميله اللي دايما يعني ماسكه برنامجي وبتشجعه ويعني بتسنده معايا واقفين قلبا وقالبا. ويعني هقول ايه، انا كان نفسي طبعا يكون معانا الدكتور احمد والدكتور عبد الحميد طبعا، بس نظرا لوقت البرنامج هم ما يسمحش معاهم، ان الجمعه اجازتهم. لكن معانا النهارده استاذ نصر شاهد اللي هيتولى الموضوع ويوصل لهم، وطبعا انا عامله له برضه دعوه ان هو اخ وشخصيه فوق الممتازه، انا بقولها وبعلنها على الهوا مباشره. اتفضل استاذ نصر. شرف لينا طبعا حضرتك معانا استاذ المستشار استاذ نبيل، دي حاجه بسيطه طبعا. يا رب اتفضل حضرتك بقى، هتستلم الدرع كلهم ان شاء الله، الدروع بقى كلها وتصور معانا بقى. تعالى حضرتك معانا هنا كده، تنورنا. ويليه بقى طبعا استاذ احمد حافظ طبعا، من الناس الجميله اللي ماسكه برضو البرنامج بتاعنا، الاعداد بقى والشغل اللي جاي. بنشكر حضرتك على البرنامج الجميل. ده انا سعيده بالقائي معاكم وفريق الاعداد كله، انا عايزاه يطلع بس هو شغال دلوقتي طبعا جوه في الكاميرات، وهو انا بشكرهم كلهم، بشكر محمد عبد السلام مخرج البرنامج، سيد الاضاءه علي وعلي وعلي حسين صوت والناس اللي خلف الكاميرا وكل الناس اللي خلف الكاميرا ومصطفى ديكور وكل المجموعه جميله، استاذ محمود التربينو ماشي. احنا بنشكر كل المجموعه الجميله، وانا بشكركم جميعا، وانا سعيده جدا بلقائي دايما، وانتوا منوريني وانتوا اللي بتنجحوا البرنامج وجودكم معايا والله. الف الف شكر ليكم، والف شكر اعزائي المشاهدين. والحمد لله احنا ختمنا الحلقه ختام جميل بالمجموعه الجميله. كنت اتمنى الفريق الاعداد يبقى واقف، بس طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان هو شغال للبرنامج برضه. شكرا وتصبحوا على خير.